ورا خلي بالك كده غلط 10 خلفيه. طب ما هو المفروض يفهم الجمهور، الجمهور احنا اتكلمنا معاه وفهمناه. طب المفروض دي بعثه، دي ما تتفتش، بعثه ما تتفتش، ده لعيبه يا فندم. واقفين في الباب البراني بالكل. ايش سمع فيك؟ ما فيش ولا حد في باب الشارع، في الباب البر بتاع الشارع بتاع الباص، ما فيش ولا حد هنا، كلهم عساكر. وقالوا ان الباص مش ممكن تتفتح الا ما يفتشوا ولا مش عارف ايه. عندنا 20 دقيقه واحنا هنا، ما قدمني ولا حاجه. بس مش معقول احنا طوع الشارع. يا عمل 20 دقيقة أكلم الناس اللي هنا. ها؟ ما كلمتش ولا حد، كلمتك أنت. ما تداونيش الرقم بتاعك. أوكي. كل ده من النادي الاهلي، كل ده من النادي الاهلي، كل ده. خلاص.